احذروا المراتب المضروبة، احذر انك تشتري مرتبة مضروبة، محدش يشتري مراتب شعبي، محدش يشتري مراتب شعبي عشان شهر وجوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي يا جماعة لما حضرتك تفكر تشتري مراتب لازم حضرتك تتصل بالتوكيل، لإما تتصل بالشركة، تمام؟ يعني لتكون حضرتك متأكد ان في توكيل، ده توكيل رسمي للشركة، لإما حضرتك تتواصل مع الشركة مباشر تديك رقم الوكيل. عشان خاطر في عميل جالي قال ان هو اشترى مرتبة مكتوب عليها اسم يانسن وشكلها بالظبط وكلها كل التفاصيل اللي هي ممكن تكون موجودة في المرتبة، يعني نفس القماش ونفس الشكل ونفس الاسم وكل حاجة، وخدها عنده قعدت شهرين او 3 شهور وباظت، ففي الاخر اكتشف ان دي مرتبة مضروبة، تمام؟ فعشان خاطر حضرتك تتجنب المشكلة ديت من الاول خالص، اول ما حضرتك تفكر تشتري مراتب لازم تكلم الشركة تديك رقم الوكيل، اما حضرتك تكون عارف وكيل مضمون او حد يكون اشتري منه وعارف وتسأله عليه ويكون مجربه، تمام؟ عشان خاطر حضرتك ما تقعش في المشكلة دي، تمام؟ عشان خاطر لسه يعني في كذا عميل جالي قال ان هم كان شاري مراتب واشتراها وخدها على سنية يانسن وسعرها برضو غالي، يعني مش سعرها رخيص، وفي الاخر اكتشف ان دي مش مراتب الشركة الاصلية، تمام؟ فديت لازم حضرتك تتأكد 1000000% ان انت بتشتري من وكيل رسمي للشركة، عشان خاطر حضرتك ما تشتريش حاجة وتدفع فيها في مبلغ وفي الاخر تطلع مضروبة، وممكن حضرتك بعد ما تيجي ترجع تدور على اللي انت اشتريت منه تلاقيه مش موجود. فمن الاول خالص انت حضرتك قررت تشتري مراتب يانسن، هابيتال، تاكي، فاميلي بيد، فور بيد، الدورة، اي شركة من دول، دي الشركات اللي هي اكبر شركات مراتب في مصر، انجلندر، تمام؟ لازم تتصل او تكلم الوكيل مباشر، ما تتصلش بحد تكون مجهول، لاما حضرتك تكون انت بتتعامل مع حد يكون حد كذا حد خد منه ومجربه وعارف ان ده وكيل رسمي للشركة، عشان حضرتك تتجنب المشكلة بتاعت الخدع اللي الناس بتعملها دلوقتي. يعني الشركات والورش اللي هي الورش دي بتتفنن ان هي تضرب لك الشغل وتخدع العميل، تمام؟ يعني دلوقتي هما بيتفننوا ان هو يجيب لك كوبي شكل المرتبة بالظبط اللي انت بتشتريها عشان خاطر يخدعك. عشان خاطر حضرتك تتجنب المشكلة ديت، تمام، لازم حضرتك تكون متأكد ان انت شاري من حد وكيل او حد يكون ثقة او مكان يكون وكيل الشركة بقاله فترة فاتح، تمام، عشان خاطر حضرتك تتجنب ان انت حد يخدعك او يديك منتج مغشوش. طبعا معظم الناس دلوقتي ما بتفكرش اصلا في الحرام وفي الحلال، هو اهم حاجة عنده المكسب بس. فحضرتك عشان تتجنب المشكلة ديت لازم حضرتك تكون متأكد 1000000% ان ده حد كويس او حد يكون مجربه او ان هو شغال وكيل فعلا رسمي للشركة. زي ما قلت لحضراتكم موديلات شركة يانسن معروفة، بس يعني معظم الناس دلوقتي بقوا يضربوها ويعملوا منها كوبي، في ورش بتيجي، تمام، تضرب الشركة عشان خاطر تخدع الناس. فحضرتك عشان تتجنب المشكلة ديت لازم حضرتك تبقى انت متأكد ان ده حد من الشركة. وطبعا معظم الناس التجار اللي هم ما عندهمش مبدأ في الشغل او مش فارق معاه اسمه في السوق، طبعا مكسب المراتب اللي هي المضروبة او الكوبي دي بتبقى ضعف مكسب المراتب بتاعت الشركة نفسها، فهو بيبص للمكسب القريب اللي هو حضرتك تشتري منه المرتبة وياخد فيها مكسب كويس، ما يفرقش معاه بقى اسمه في السوق ايه، سمعته ايه، المرتبة هتبوظ مش هتبوظ، ما بيفرقش معاه الكلام ده. فعشان حضرتك انت تتأكد وتتطمن لازم حضرتك تكلم الشركة او تتصل بوكيل يكون رسمي او اي مكان يكون مكتوب مثلا سيان مراتب يانسن وكيل معتمد، ده كده يبقى هو معتمد من الشركة. مراتب هابيتات وكيل معتمد، مراتب الدورة تبقى اليافطة الرئيسية بتاعت المكان بتاعه كده، ويكون المنتجات اللي هو شغال فيها منتجات الشركة بس، عشان طبعا ما فيش شركات بتسمح ان انت تدخل منتج غير منتجها في الشركه في المكان اللي انت فاتحه. فحضرتك لما تروح مكان مثلا مكان يانسن بيبقى متاح يانسن وانجلندر عشان هما الاثنين شركه واحده، مراتب يانسن ومراتب انجلندر اللي هو ما يعرفش هما الاثنين شركه واحده مصنع واحد، فممكن تلاقي في اماكن شغالين يانسن وانجلندر،
انما ما تخش في مكان وتلاقي فيه عنده اماكن حاجات تانية، ده ممكن يكون هو مدخل حاجة او فالافضل او كده. انما هو في الاساس بيبقى الشركة المكان بتاعه من بره مكتوب عليه ان هو وكيل رسمي للشركة. تمام. موديلات يانسن هعيدها لحضراتكم تاني، اول موديل خالص اكسترا جولد، الاعلى شوية سويد دريمز ارتفاعه 24 سنتي، الاعلى الماني سوست وقطن، ده وجهين قطن ارتفاعه 25 سنتي، الاعلى كاتراكت 27 سنتي، الاعلى كاتراكت 30 سنتي، متاح منها ارتفاعين. الموديل ده موديل كاتراكت متاح منه 27 و30، ده اللي هي السوست المتصلة. وفي برضو كيلوباترا وتوت، دول برضو الاتنين تبع الشركة. وفي عند حضرتك بالماس دي بوكت سوست منفصلة ارتفاع 20 سنتي. تمام. وفي اللي هي البوكيت كويل ديت اللي هي سوست منفصلة ارتفاع متاح منها ارتفاع 27 وارتفاع 30. وفي اللي هي بعد كده سكاندي دي ارتفاعها 28 سنتي، دي بوكيت برضو. وفي اللي هي ميدي بيدك ديت ارتفاعها 28 سنتي، بوكيت سوست منفصلة مع ميموري فوق. تمام. دي كده الموديلات اللي حضرتك ممكن تشتري فيها. لو عايز موديلات يعني الأسعار اللي هي متناولة بالنسبه للناس كلها اللي هي السوست المتصله، السوست المنفصله اسعارها بتبدا من في 160 من 4500، ديت بتبقى بدايه سعر المرتبه في المقاس 160 من 4500. انما المتناول اللي هو الشغل اللي هو السوست المتصله ده اللي معظم اللي هو سعره بيبقى مناسب للناس كلها فبياخدوه، اللي هو السوست المتصله بتبدا بتتراوح من 2500 ل 3400. دي اسعار اللي هي الايه المتناوله بتاعت الناس، معظم الناس بتاخدها. تمام. انت حضرتك لو خدت اقل موديل يعني اللي هو اكسترا جولد، لو خدته في المراتب كلها افضل مليون مره من ان انت تاخد مرتبه تكون مجهوله المصدر او مرتبه شعبي. تمام. التانية ديت مش هت يعني ممكن ما تقعدش عندك سنه او سنتين، حتى لو ارتفاعها 40 سنتي مش 30 سنتي. التانية دي ارتفاعها 24 سنتي بس، خامه السوسه بتاعتها كويسه جدا، سمك السوسته 2.4 كويسه جدا، فديت هتعيش معاك وهتبقى كويسه جدا ومش هيحصل لها اي مشكله خالص. بالنسبه لمراتب يانسن، مراتب يانسن الاصليه يا جماعه. تمام. كله يركز ان هو يشتري المرتبه الاصليه بتاعت الشركه. تمام. محدش ياخد مرتبه تكون مضروبه او مرتبه مجهوله المصدر، عشان خاطر حضرتك هترجع تاني بعدها تقول لان المرتبه باظت معاك يبقى انت رميت الفلوس في الارض. تمام. بالنسبه يا جماعه للمسابقات اللي احنا بنعملها، كل المسابقات هيتعمل مجمع الهدايا بتاعتها، وهننزل على البيج عندنا مين اللي فاز فيها، سواء بتاعه التوقعات بتاعه النادي الاهلي والزمالك او المسابقه اللي احنا كنا عاملينها على القناه عندنا هنا. تمام. كلها هتتجمع وهتنزل في فيديو على البيج عندنا على الفيسبوك وعلى القناه. تمام. دعمونا بلايك وشير للقناه، استنونا مع كل جديد. إبراهيم مكاوي تحياتي لكم جميعا، شكرا.